تاني النهارده بقى بنتكلم اهو تاني بنتكلم عن حاجه اسمها lives around the world، حيوات حول العالم. امال الحياه يعني ايه؟ لايف. حياه يعني ايه؟ لايف. جمع لايف، اشيل الاف اي واحط في اسمها ايه؟ لايفز. يعني ايه لايفز؟ حيوات. لايفز يعني ايه؟ حيوات. around the world حول الايه؟ حول العالم. قلت لي بقى انت يا مستر هنحكي بقى كل واحد هيحكي بيعمل ايه. تيل اس اباوت يور لايف، يعني احكي لي عن حياتك. يور هوبز اند انترستس، هواياتك واهتمامات. ريلاوي تشيلدرن يعني ريلاوي تشيلدرن اطفال سكه عادي. ايه اطفال؟ وانت اسمها روبرتا قاعده مع اتنين اخواتها خلاص يا مستر في بيت كبير وجميل، بيت جذاب اسمه ايه بقى بالانجلش؟ اتراكتيف. اسمع، اتراكتيف هوم، اتراكتيف اتراكتيف ويز ا لارج جاردن، حديقة كبيرة. مين يقول لي بقى عايشين فين يا مستر؟ ها؟ Attractive home with a large garden، بيت جذاب بحديقة كبيرة. طيب وبعدين يا أستاذ محمد؟ قال لي والله one terrible day. terrible day يعني إيه؟ يوم فظيع، يوم سيء، يوم وحش جدا. جي تو من اتنين رجالة take their father away، خد أبوهم away، يعني away؟ بعيد. يبقى الشطر اللي البيت قاعدة مع أخواتها في البيت عامل إزاي؟ قلت لي Attractive home with a large جاردن. اتنين رجاله دخلوا الساعه بقت انتوا ايه، وراحوا واخدين ابوهم تيك دير فادر اوي. اوي يعني ايه؟ بعيد. يا عم بابا رايح فين؟ وبعد كده ما حدش سمع لهم حس خالص. الناس عيني اتلطمت، العيله بقت بور فقيره، انتقلت هي وامهم اخواتها وامهم خلاص، ورحنا راحوا مكان تاني جنب، قعدوا جنب الريلا واي لاين خط السكه الحديد، بيت كده صغير معفن جنب خط السكه الحديد، قعدوا فيه عيني. العيله بقت بور فقيره، الحياه بتاعتهم بقت ديفرنت. ديفرنت يعني مخ. كانوا عايشين مرتاحين يا باشا، دلوقتي الدنيا بقت صعبه معاهم قوي، بقوا بور. يعني ايه بور؟ فقراء خلاص. بقت البنات يا جماعه بقت ليها ادفنتشرز، احفظ ادفنتشرز يعني مغامرات في السكه الحديد. قال لي وفي يوم من الايام جه راجل عجوز، ان اولد مان، في يوم من الايام جالهم اولد مان واصبح فريند ليهم، يعني ايه؟ صديق. بيكمز ا فريند، بيكمز ا فريند يعني اصبح الراجل ده بيسافر كل يوم. حكوا له القصه وبدا يدور على ابوهم لحد ما عرف ان ابوهم ده راح البريزن. بريزن يعني ايه؟ السجن. ساعدهم ابوهم رجع تاني واصبحوا هابي اجين، سعداء مره ايه؟ اخت. فاهمين ايه الفرق من الاربعه دول ودول؟ دول ساده بدون اضافات، ودول زياده اس. دول ساده. طيب ليه قلت هنا سليب وهنا سليبس؟ قال لي والله بقى حسب ايه؟ حسب اللي بعده ولا اللي قبله؟ اللي قبله. ماليش علاقه باللي بعده، مش علاقه بياكل ايه ولا بيشرب ايه ولا بيعمل ايه، ليه علاقه بالشخص اللي بيعمل بقى. الشخص ده لو كان اسم جمع او ضمير جمع يبقى ساده. طب لو كان ضمير مفرد، علي، منى، ها، الكلب، الحمار، القط، اي حاجه مفرد بس، يبقى الفعل زياده اس. مين يقول لي بقى المضارع البسيط شكله عامل ازاي؟ قلت لي شكل الفعل يبقى عامل ازاي؟ ساده بدون اضافات او مضاف له اس. قولي لي كلمه يلعب في المضارع البسيط يبقى حاجتين ليها شكلين، لا اما بلاي حسب اللي بعدها يعني كوره مثلا، لا الشخص. والله طب محمد اللي بيلعب تقول لي بلايز، طب محمد ومنى بلاي، محمد ومنى دول جمع يبقى ده كده بدون اضافات عكس بعض، يعني الناس دول جمع ومفرد. الفعل ما بيتجمعش، عشان يقول لي مستر المفروض جمع احط له اسم، فعل غير الاسم. تاني واحده واحده كمان، لما تقول لي كده ان البنات بيطعموا الفراخ اقولها ازاي؟ جيرلز فيد ذا تشيكن. الله ينور عليك يا حبيب والديك. عايز واحد محترم يقول لي جيرل واحده يبقى يقول لي اجيرل. قال لي بص انت قلت لي جيرلز فيد، طب جيرل فيتس، هو ده المضارع البسيط. جمع سادة مفرد زيادة مع جمع سادة والمفرد مع درش مقطع الفرش. طيب حلو قوي، يلا شاطر اللي هو سلمى بتشرب قهوة. مين يقول لي ها؟ سلمى درينكس كوفي. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي في تاني درس لنا النهاردة إن شاء الله. خدنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ديلي روتين، النهاردة بنتكلم عن الهوبيز والإنترستس، وكمان هناخد معاهم الجرامر. يبقى كده ده الجزء الثاني في يونت 1 تاني إعدادي. يلا يا شباب. طيب ليسون 3 4 بقى يا شباب بيتكلم عن إيه؟ بتل أس أباوت يور لايف، احكي لي عن حياتك. ها تل أس احكي لي عن حياتك. Your hobbies and interests هواياتك واهتماماتك. ها your hobbies and interests هواياتك واهتمام. يبقى شاطر يحكي لي عن حياتك يعني ايه بالانجلش؟
Tell us يعني احكي لنا. Tell us يعني احكي لنا about your life. Tell us about your life. احكي لي عن حياتك. Your hobbies and interests هواياتك واهتماماتك. تحب ايه بقى؟ فقال لي يا سيدي هنا ايه التيبيكال داي بتاعك؟ تيبيكال اسمع تاني تيبيكال. كلمة تيبيكال يعني معتاد. ايه الحاجة اللي انت بتعملها على طول؟ تيبيكال اليوم النموذجي بتاعك. التيبيكال داي in your life. مش هتقول لي معناها ايه الجملة دي؟ يومك النمو نموذجي. يعني ايه يومك النموذجي؟ ايه اليوم المعتاد بتاعك؟ ايه كل يوم بتعمل ايه يا عم مصطفى؟ قول لي يا مستر بس كل يوم اشرب القهوه بتاعتي، تقعد على الفيسبوك، تقعد على الواتساب واليوتيوب، خلاص والانستا والتيك توك والحاجات دي. في ناس بتعمل ده اسمها يومها، ما تقعدش ما تعرفش تقعد دقيقه غير لما تخش على السوشيال ميديا، صحيح كده؟ تاني النهارده بقى بنتكلم اهو تاني، بنتكلم عن حاجه اسمها lives around the world، حيوات حول العالم. امال الحياه يعني ايه؟ لايف حياه يعني ايه؟ لايف جمع لايف، اشيل الاف اي واحط في اسمها ايه؟ لايفز. يعني ايه لايفز؟ حيوات. لايفز يعني ايه؟ حيوات. اراوند ذا وورلد حول الايه؟ حول العالم. قلت لي بقى انت يا مستر هنحكي بقى كل واحد هيحكي بيعمل ايه. تيل اس اباوت يور لايف يعني احكي لي عن حياتك. يور هوبز اند انترستس هواياتك واهتمامات. مين يقول الجمل دي؟ ها تيل اس اباوت يور لايف ها احكي لي عن حياتك. يور هوبز اند انترستس هواياتك واهتمامات. ايه التيبيكال داي بتاعك؟ تيبيكال داي يا سلمى يعني يومك ده مزاجي المعتاد، بتعمل ايه كل يوم؟ فالولد قال ايه بقى ولا البنت دي قالت ايه؟ ايه الجوب؟ الجوب يعني ايه؟ الوظيفه. دو يو وانت تو دو اللي عايز تعملها وان داي في يوم من الايام، نفسك تبقى ايه؟ في يوم من الايام. تبدا تقول لي بقى هنا البنت قالت ايه؟ مين اللي يقرا معايا؟ يلا ها. قالت ماي نيم از شهانا. انا اسمي ايه؟ شهانا. ام فروم انديا. ام فروم ايه؟ يبقى بص معايا كده عشان انت هتشتغل معايا نفس الكلام ده، هتقول لي كده ماي نيم از وتقول لي اسمك. خلاص كده I am from وتقول لي البلد. هي قالت my name is ايه؟ شهانة. اسمها ايه؟ شهانة. I am from ايه؟ انديا. انديا يعني ايه انديا؟ الهند. I live. I live يعني انا ايه؟ اعيش. in a village يعني ايه village يا مستر؟ قرية. ومشروط اللي يعني ايه city؟ مدينة كبيرة. اما town مدينة صغيرة. اما country بلد. أم الكونتيننت قارة. طيب الشاطر اللي أم الفيلج قرية. فيلج يعني إيه؟ قرية. طيب الشاطر اللي يقول لي بقى يبقى هو بتقول لك هنا ماي نيمز. احكي لي يا بنتي على التيبيكال داي بتاعك يا حبيبتي. احكي لي يا ماما عن الهوبيز بتاعتك هواياتك انترستس إيه؟ التيبيكال داي. فقالت لك والله أنا هقول لك أنا بعمل إيه كل يوم. أول حاجة أنا اسمي ماي نيمز هاي اي ام فروم. ممكن اقول اي ليف. اي ليف يعني انا بقى ايه؟ بعيش. اي ليف ان. اسمع اي ليف ان ايه؟ انديا. انا بعيش فين؟ في الهند. كملي. هاي مستر اي ليف ان ا فيلج. يعني ايه فيلج؟ قريه. ويز ماي بيرنتس يعني ويز مع ماي بيرنتس. بيرنتس اللي هم مين؟ والدي اللي هو يور فادر اند ماذر. يور فادر اند ايه؟ ماذر. طب ايه تاني؟ قالت لي والله اي ليف ويز ماي بيرنتس ماي براذر ماي سيستر وكمان اي الاوضه اللي انا قاعد فيها مش لوحدي. اي شير. يعني ايه شير؟ شير يعني يتقاسم. شير مشاركه. بشارك الروم بتاعتي مع مين؟ ويز ماي سيستر. اي شير ا روم ويز مع خليك مع حرف الجر ده ماي ها سيستر. طب بتعملوا ايه بقى يا ستي؟ قالت لك اقرا معايا كده وي اول جيت اب ايرلي. كلنا بنعمل ايه؟ نصحى بدري. وي اول كلنا جيت اب ايرلي بنصحى بدري. ذير از اوت سايد تاب. اول ما بنصحى بدري امي بتاخد الجردل ولا البتاع اللي انتم بتملوا فيه ميه ده اسمه ايه؟ القاروره. خلاص وتبدا تروح تملى فيه ميه من عند جامع الصحابه كده في اوت سايد تاب. اوت سايد تاب يعني ايه؟ مش ده بيحصل؟ اوت سايد تاب يعني ايه؟ حنفيه خارجيه. حنفيه ايه؟ لان الميه عندهم زي عندنا كده. ما هم قاعدين في فيلج. يعني ايه فيلج؟ قريه. وانتوا عارفين القريه اللي احنا قاعدين فيها طبعا الميه فيها عامله ازاي؟ ميه معديه معدنيه. يلا يا شباب يبقى there is outside tap. في حنفيه خارجيه. at the end of the street. at يبقى there is outside tap. في حنفيه خارجيه. at the end في نهايه of the street في نهايه الشارع. ماشي. تعمل ايه بقى كل يوم بقى يا سيدي؟ وي اول هاف بريكفاست. كلنا بنتناول الايه؟ ايه تاني؟ وي هاف بريد. عندنا بناكل ايه؟ عيش. وذ ا كاب اوف تي. يعني ايه كاب اوف تي؟ كوبايه شاي. يبقى الشاطر اللي بناكل عيش مع كوبايه شاي. ماي داد وركس ان ا شوب. يعني ايه؟
ابويا شغال فين؟ في محل. I have two jobs. واول ما بروح بعمل وظيفتين. Two jobs. يعني وظيفتين؟ Two jobs. طب خليك معايا. Do بيجي معاها jobs. Do jobs. بتعمل وظيفتين. بتعملي ايه يا ستي؟ قالت لي والله اول حاجة feed the chicken. اطعم الدجاج. يبقى هم مربين قرية. مربين فراخ. هي تعمل feed the chicken. اسمع تاني. Feed the chicken. Again. يعني feed يطعم امال eat ياكل feed the chickens then I help my mom make dinner help my mom make ايه make dinner يعني make dinner تعمل الايه العشاء بعد كده بيقول لك ايه تاني after dinner I do my homework بعمل ايه واجب I help my brother my sister to do their homework وبساعدهم يعملوا واجب مين شاطر يقول لي بقى يبقى احنا النهارده بنتكلم عن حاجه اسمها قلت لي ايه lives around the world قلت لي life يعني lives around the world حول الايه العالم هنتكلم بقى اول حاجه عايزك تحكي لي tell us about your hobbies and interests صح كده تاني احكي لي عن حياتك tell us about your life احكي لي عن حياتك هواياتك واهتماماتك hobbies and interests hobbies and interests تاني هواياتك واهتماماتك hobbies and interests طيب البنت قالت ماي نيم از ايه شاهانة انا عايز الطالب اللي يقوم لي دلوقتي يقول لي مستر انا هعرف دلوقتي اتنين يسالوا بعض هتقولي لها كده tell us about your life احكي لي عن حياتك your hobbies and interests هواياتك واهتمامك تقول لي كده اهو ماي نيم از شلبيه اي ليف ان الخصوص فاهم ازاي وتبدا كده ها تقول لي اي ليف ويز ان ا فيليج انا قاعده في قريه اي ليف ويز ماي بيرنتس ماي براذر اند ماي سيستر مع ابويا وامي واخويا واختي تعمل ايه تاني there is outside tap هناك حنفيه خارجيه مام ماما كل يوم تعمل ايه ها get water يعني get water تحصل على الميه منها ايه تاني تقول we all get up early كلنا بنصحى بدري we have bread بناكل ايه عيش ها with a cup of tea مع كوبايه شاي شاطر I do my home work I help my mom بساعد امي make dinner make ايه dinner خلينا في العشاء بقى في مشكلة؟ ده اسمه ايه بقى؟ اسمه يومك النموذجي، يعني ايه يا مصطفى يومك النموذجي؟ تيبيكال داي، يعني ايه تيبيكال داي؟ يومك النموذجي، مستر وانا مطالب اسمع القصة دي؟ لا خالص انت مطالب بس تحفظ الكلمات، لما اسألك تيبيكال داي يعني ايه تقول لي نموذجي؟ هقول لك هوبيز يعني ايه؟ هوايات انترست اهتماماتك شير شير كتر شيرك ها؟ ما انا اقول لك اعمل شير للقناة يعني ايه شير؟ شارك تقاسم صح كده؟ I share my room with my sister يعني ايه؟ قالت I share my room with my sister انا بتقاسم الاوضه مع اخت في مشكله؟ طيب نكمل اقرا إيه معايا تحت كده في شويه بطيخ وشويه حاجات كده حلوه جراما هاف يو جوت ا واتر ميلون عندك بطيخ ياما يس اي هاف ايوه عندي اتس اون ذا تيبل على الترابيزه كان اي هاف سام بليز خلي بالك معايا الجمله دي حط تحتها خط كان اي هاف سام يبقى لما اجي تطلب حاجه تقول كان اي هاف سام يبقى كان اي بتيجي في الطلب اسمع كان اي هاف سام اسمع كان اي هاف سام بليز احفظ معايا الجمل دي كان اي هاف وبعد كده مثلا ايه سام بليز ماشي بعدين قال بعد كده ايه يس اوف كورس وي نيد ا نايف هات لي بس نايف يعني نايف اوعى حد ينطالي كنايف كنايف وقطايف الكيس ايلاند نايف اسمها ايه؟ هات سكينه ستي تو كات عشان تقطعيها فراحت قالت ايه؟ شال اي شال ايه؟ اسمع تاني شال ايه؟ شال اي هيلب يو تو كات ات مين الشاطر اللي يقول لي؟ كده بتعمل ايه هي؟ بتعرض عليها المساعده صح؟ هي لما كانت طلبت استخدمت كلمة ايه؟ كان يبقى لما اجي استخدم كان اي للطلب طب شال قال لي للاقتراح اقدر شال اي هل يمكن ان اساعدك اساعدك عايزني اساعدك شال اي اسمع شال اسمع تاني شال اي شال اي ممكن شال وي ماشي طيب نكم ثانك يو يونس شكرا يونس بي كيرفول بس عايزك تبقى كيرفول يعني كيرفول حريص خلي بالك بس من السكين في مشكله طيب حلو قوي بعد كده الجزء الثاني بتاع امال ركز معايا بس لو هنقرا بسرعه كده هاي امال هاف يو جاد لما اركز معاها هنا بقى في الجرامر احنا المره فاتت خدنا مضارع بسيط صح خدنا مضارع بسيط سريعا بقى قبل ما ابتدي ثاني هعيد عليه بسرعه بس ركز معايا كده عندي النهارده كلمه هاف وهاز خليك معايا هاف جوت وهاز جوت ايه الفرق ما بينهم حد يعرف
على البورد اهو. ايه الفرق ما بينه محمد؟ قال لي اول حاجه مستر الاثنين معنى يملك، ولكن هاف دي لازم يبقى الشخص اللي قبلها، الفاعل اللي قبلها ده يبقى بلورال، جمع، جمع اسم جمع او ضمير جمع، زي اي وي يو ذي. طيب شاطر، اما هاز هي شي هي شي ايه شاطر لي. يبقى انا عايز اقول انا املك بطيخه، اقولها ازاي؟ I have got a watermelon. طب شاطر لي، انا معايا قلم. بسرعه بسرعه. I have got ابن. يلا شاطر يقول لي عايز اسالك هل معاك كذا؟ هسال بمين؟ قال لي تسال بدو او بدز. تسال بدو او بايه؟ قال لي بس ده شرط، لو ما كانش فيه جوت. طب هنا في هاف، هنا في جوت. قال لي يبقى تسال بهاف او هاز، فهتقول كده هاف يو جوت او هاز، هاز هي هي او شي او ها جوت، وتقول الحاجه بتاعتك كده. مش هتقول لي هل عندك عربيه؟ اقولها ازاي؟ ها Have you got a car؟ عندك توك توك؟ Have you got a توك توك؟ شاطر لي ها عندك شراب؟ Have you got socks؟ عندك جزمة؟ ها عندك كلب؟ Have you got؟ ترد على تقول لي Yes I have أو No I haven't. أسمع Yes I have No. طب لو قلت هل هو عنده كلب، أقول have ولا has؟ Has he got a dog؟ تقول Yes he has أو No he hasn't. شاطر اللي بقى قلت لي بقى لو ما كانش فيه جوت استخدم في السؤال دو او ايه او داز. يعني انا ممكن اقول الجمله كده اي هاف ا كار. الشاطر اللي يقول الجمله دي ينفيها. ايه الفرق ما بين اي هاف ا كار واي هاف جود ا كار؟ عايز انفي الجملتين دول. مين الشاطر يقول لي اي هاف ا كار اي هاف جود ا كار؟ قلت لي يا مستر لو في جوت تحط نوت. اسمع لو في جوت تاني، لو في جوت ليه بقى يا مستر؟ قال لي لان ده فعل اساسي، خلي بالك معايا ده مساعد، فانا بنفي المساعد بنط. طب هنا في مساعد شيله كده، اي كار انا عربيه تمشي، يبقى ده كده مساعد ولا اساسي؟ اساسي ما اقدرش استغنى عنه، طالما ده اساسي يبقى انا بنفي الدونت ودازنت، فهتقول كده اي دونت هاف ا كار. طب شاطر اللي هنا ده لو شلت هاف في جوت ده اساسي وعادي، يبقى انا هنفي بنط. يبقى طالما في جوت انفي بنط، طالما في جوت طب ما فيش جوت يبقى انا بنفي بدونت او ايه او doesn't. don't have ايه؟ او doesn't have و don't have. طيب دي مراجعه سريعه، احنا لسه هنعيد بقى، هنقول بالتفاصيل الممله ما تلاقوش خالص. سريعا بقى كده، في قصه قطر، شايفين كده ريل اواي، ريل اواي تشيلدرن، يعني ريل اواي تشيلدرن اطفال سكه عادي. ايه اطفال؟ بنت اسمها روبرتا قاعده مع اتنين اخواتها خلاص يا مستر في بيت كبير وجميل، بيت جذاب، اسمه ايه بقى بالانجلش؟ اتراكتيف. اسمع اتراكتيف هوم، اتراكتيف اتراكتيف ويز ا لارج جاردن، بحديقه كبيره. مين يقول لي بقى عايشين فين يا مستر؟ ها اتراكتيف هوم ويز ا لارج جاردن، بيت جذاب بحديقه كبيره. طيب وبعدين يا استاذ محمد؟ قال لي والله وان تيربل داي. تيربل داي يعني ايه؟ يوم فظيع، يوم سيء، يوم وحش جدا. جي تو من اتنين رجاله تيك ذير فاذر اواي، خد ابوهم اواي، يعني اواي بعيد. يبقى الشاطر اللي البنت قاعده مع اخواتها في البيت عامل ازاي؟ قلت لي اتراكتيف هوم وذ ا لارج جاردن. اتنين رجاله دخلوا الساعه بيت انتوا ايه؟ وراحوا واخدين ابوهم تيك ذير فاذر اواي. اواي يعني ايه؟ بعيد. يا عم بابا رايح فين؟ وبعد كده ما حدش سمع لهم حس خالص، الناس عيني اتلطمت، العيله بقت بور فقيره، انتقلت هي وامهم اخواتها وامهم خلاص، ورحنا راحوا مكان تاني جنب، قعدوا جنب الريلا واي لاين خط السكه الحديد، بيت كده صغير معفن جنب خط السكه الحديد، قعدوا فيه عيني، العيله بقت بور فقيره، الحياه بتاعتهم بقت ديفرنت، ديفرنت يعني مخ، كانوا عايشين مرتاحين يا باشا، دلوقتي الدنيا بقت صعبه معاهم قوي، بقوا بور. يعني ايه بور؟ فقراء. خلاص بقت البنات يا جماعه بقت ليها ادفنتشرز، احفظ ادفنتشرز يعني مغامرات في السكه الحديد. قال لي وفي يوم من الايام جه راجل عجوز ان اولد مان، في يوم من الايام جالهم اولد مان واصبح فريند ليهم، يعني ايه صديق؟ بيكمز ا فريند، بيكمز ا فريند يعني اصبح الراجل ده بيسافر كل يوم، حكوا له القصه وبدا يدور على ابوهم لحد ما عرف ان ابوهم ده راح البريزن، بريزن يعني ايه السجن، ساعدهم ابوهم رجع تاني واصبحوا هابي اجين، سعداء مره ايه اخت. فاهمين؟ مين شاطر اللي بقى؟ يبقى اسمها ريلوي تشيلدرن يعني ايه؟ اطفال السكه. البنت اللي اسمها روبرت عايشه مع اخواتها صح؟ في بيت عامل ازاي يا اخويا؟ كذاب. انت اللي كذاب، قول لي بالانجلش ها؟ اتراكتيف هوم ويز ويز لارج جاردن. شاطر اللي في يوم فظيع يعني ايه؟ اون تيربل داي. تيربل ايه؟ طيب يوم الفظيع ده ايه اللي حصل؟ تو من اتنين رجاله تيك ذير فاذر اواي فروم هوم، خدوه بعيد عن البيت.
شو تقولي العيلة دي أصبحت بور فقراء وإيه تاني قعدوا فين في هاوس جنب الريلوي لاين خط السكة بقى ليهم أدفنشرز مغامرة حياتهم بقت ديفرنت مختلفة أصبحوا بور فقراء لحد ما في يوم من الأيام قبل أولد مان الراجل الكبير ده بيكامز أفريند أصبح صديق الراجل ده ترين شو ترافلز يعني ترافلز كل يوم بيسافر لحد ما عرف ان ابوهم ده راح البريزن يعني السجن. طيب عرفنا كده بتاعت لايفز الحياه. مش هتقول البنت دي كانت بتتكلم عن حاجه اسمها تيبيكال دي يعني ايه مش فاكر انا ايه ده ما شاء الله ده في ناس حفظت ايه شاطر. بص انا ساعدتك بنسبه كبيره جدا انا حفظت الكلمات وانت قاعد. اتكلمنا عن تريبل تيبيكال دي يعني يوم ايه نموذج. امال تريبل دي يوم فظيع جدع. طب مش هتقول لي امال الروتين اليومي ديلي روتين. طب الشطر اللي يقول لي يعني ايه حنفيه تاب حنفيه يعني ايه او تسايد تاب يعني حنفيه خارجيه ما عندهمش ميه حلوه. طب عايز قريه يعني ايه قريه قاعدين في قريه فيلج اسمع تاني اسمها ايه فيلج. طيب لو انا مش فيلاج فيلج. طيب طلع بقى كده ال 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 ليسن 3 4 تعال نقرا بسرعه من هنا من كتابتي يلا بسرعه بدايه بسرعه 35 35 بسرعه. اللي معاهوش كتاب اي كتاب عندك احفظ منه لسن 3 4 تابعنا معايا على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وانت تتفرج معايا دلوقتي. يلا يا شباب اول حاجه بيقول لي ايه ريل واي لاين خط السكل حبيبي. الكلمه دي جديده لسه قايلينها اهو. طب لو قلت لك طب انا على فكره في طالب بقى شاطر ومميز وحفظ الكلمات اللي المفروض هنسمعها المره الجايه لدرجه ان انت لو خبيت ممكن تعرف يعني لو سالتك تاني كلمه قلت لك فقير من غير ما ابص الله. طب سجن بريزون ايه الحلاوه دي. طب حنفيه ايه ده ناس حفظت. ام النموذجي الله اكبر. ام القريه فيلج. ام اليطعم فيد الله الماضي منها فيد والتصريف بتاعها فيد. اسمع فيد 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 فيد. طب شاطر يقاسم يتشارك الله الله عليك. ام الجذاب يعني ايه اتراكتيف بس هو كلمه بيوتيفول صح بس عكسها كلمه اجلي يعني اجلي قبيح وحش. امال كبير يعني ايه مش ممكن عليها بيج. امال عكسها كلمه ايه سمول جدع يا محمد. امال قريب يعني نير بتساوي كلمه كلوز عكسها كلمه فار فروم فار ايه فروم. فظيع يعني ايه تيربل بتساوي فيري باد يعني حاجه سيئه جدا عكسها ايه بقى جود. الله ينور عليكم. امال لايف يعني ايه الله في ناس ما بتبصش. امال لايفز يبقى ايه الله. امال نايف يعني ايه سكينة. اسمع سكينة 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 اجمعها شيل اف اي واحط في اس برضو عامل زي اللايف اهي اي حاجة اخيرها اف اي شيلها احط في اس. لايفز حيوات نايفز سكاكين معايا خلاص. يبقى لو اقول لك الواد محمد ده عنده وايف عنده زوجة بس هو نفسه يبقى عنده وايفز زوجات خلاص. اما الواد احمد ده عنده وولف ذئب نفسه يبقى عنده وولفز ذئوب ذئاب ماشي سهل علينا. يلا امال الهندي يعني ايه هندي. انا مش عايز ابص الناس ما بتبصش وبتجاوب عليا اللي ما بيبصش جاوب عليا بنس. طب اللي مش عارف يبص ما فيش مشكله. طب امال شاطر لي حنفيه قلناها ايه امال خارجيه يعني اوتسايد يبقى داخليه انسايد يبقى تاني يبقى هنا كده اسمها ايه انسايد ها تاني وحنفيه يعني ايه حنفيه يعني ايه الله ينور عليك. امال فنجان يعني ايه وظيفه يعني ايه. بص انا بقول الكلمات اللي هنسمعها المره الجايه. امال فراخ خدناها النهارده يعني ايه امال نهايه يعني ايه اند هنا يعني ايه اند رستم ها. طب شاطر لي اخرج الشيء المختلف خدتوها في ابتدائي ليها اود 1 اوت اود 1 ايه لعبه الادوار اسمها رول بلاي اسمها ايه رول بلاي بطيخ. يلا كله معايا يقولوا ورايا بطيخ اقولها ازاي بقى ووتر ميلو اسمها ايه. طب جدة يعني ايه الله 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 عليك. خدنا كلمة مغامرة ايه يا عم الحلاوة دي. طب خدنا كلمة معا اسمها توجذر اسمع توجذر. طيب شاطر اللي يدعى وسام اسمها كولد. امال خدنا كلمة كانتري قلنا كانتري يعني بلد. طب لو قلت ذا كانتري يبقى الريف ذا كانتري بقى ايه الريف. امال قرية قلت لي يعني ايه فيلج. طيب جدع 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 جدع. ويتر يعني جرسون ويتر يعني ايه جرسون. طيب شاطر كده احنا خلاص يعتبر قلنا كل الكلمات خلاص. ريمبر يتذكر بورو يعني يستعير كده. الكلمات دي هتسمع المرة الجاية اظن يعني 90% منكم حفظوها دلوقتي صح. طيب حلو قوي. وكلمات لسن 1 و2 برضه حفظتها لكم اللي هي بتاع ديلي روتين واصحى بدري وكنبه والكلام ده. الله ينور عليك. كتبتوا حفظ اكيد طبعا.
35 و36 و37 هتسمعوا المره الجايه. هات لي بقى يا باشا بيج نمبر 40 صفحه 40 نشوف بقى يا مستر احنا لقطنا ايه من الكلمات اللي حضرتك قلت لنا عليها. يلا مين الشاطر اللي اشتغل معايا؟ شغالين صح؟ شغال؟ متاكد؟ يلا يا شباب تو من صفحه 40 بسرعه يا شباب. هات يا الله تو من escaped. escaped يعني هربوا. مصطفى وائل two men escaped from اتنين رجاله هربوا منين last week. ايه الكلمه لسه قلناها النهارده؟ prison. يعني ايه prison؟ سجن. يلا يا تسنيم. يلا شباب I like خلاص I like visiting the country in شرقية. احب ازور الريف في الشرقية. it's ايه؟ انه جذاب. سلام اتراك. ايه اللي بتقول اسمك ايه؟ يلا فاطمه. هير فاميلي ووز فيري. هير فاميلي ووز فيري ايه؟ زي كودنت باي هير ان يو دريس. ها مين شاطر اللي يقول لي عائلتها كانت ايه؟ زي كودنت باي مش عارفوا يشتروا فستان جديد. مش عارفين يشتروا فستان يبقى هم عيله ايه؟ بور فقراء. عكس بور ايه؟ ريتش. ريتش غني شاطر اللي هي تاني واحدة خلي بالك. طيب يلا يا دكتورة لوجي روبرتس فاميلي عيلة روبرتا هوم البيت بتاعهم هاز لديه ايه؟ جاردن لارج. والله انا مبسوط من الناس اللي حفظت دي. وان سبيس داي في يوم ايه؟ تيربل. يعني ايه تيربل قلت لي؟ فظيع. بيسوي فيري ايه؟ فيري باد. عكسها ايه؟ جود. يلا يا سلوم on a day في يوم نموذجي ريم gets up early تصحى بدري وتروح المدرسة ومش عارف ايه typical. يلا دكتورة what's your name؟ بسملة. يلا دكتورة بسملة my uncle has a عنده a in his garden. تاب شاطرة. تاب يعني ايه؟ انهي واحدة؟ الأخيرة التالتة دي اسمها تيب شريط خلي بالك معايا. الهوم ورك اكسرسايز على الجزء اللي احنا قلناه ده صعب؟ يعني لو قلت لك اول واحده بس ما حدش يكتب ما حدش يكتب ده هوم ورك يا محمد يا باسم. the opposite of attractive عكس كلمه attractive يا وحيد. attractive يعني ايه؟ جذاب بتساوي beautiful يبقى عكسها ايه؟ ugly قبيح صح؟ بقول ما حدش يكتب وكله كتب. طيب ماشي هوم ورك واجب على الكلمات ده واجب على الكلمات. اصبر يا حبيبي لسه بس هات لي بقى واجب على كده. هات لي الصفحة اللي بعدها هنتكلم عن كان وشال وهاف جوت. خلي بالك معايا امسك كده. في حد كده ما عرفش الدرس بيتكلم عن ايه؟ واحنا خدنا المرة اللي فاتت مضارع بسيط لو جيت عدته بسرعة كده تاني الناس هتشتغل معايا بقى. يعني مضارع بسيط ده بيكلمني بستخدمه عشان اتكلم عن الديلي روتين. روتين الايه؟ يوم. عاده حقيقه جدول مواعيد حاجه بعملها على طول صح؟ بسرعه مستر قول لي كده جرامر الوحده ده بيتكلم عن ايه عشان ابقى فاهم. بص يا سيدي قال لي بص اي فعل في الدنيا اي جمله في الدنيا اي جمله في الدنيا هنتكلم الاول النهارده هقول لك عن البريزنت سمبل او ممكن نقول سمبل بريزنت. ذا بريزنت سمبل تنس يعني زمن المضارع البسيط. المضارع اللي يا شباب البسيط. قلت لي بقى انت يا مستر كده اي جمله في الدنيا بتتكون من سبجكت وفيرب واوبجكت فاعل وفعل ومفعول. قال لي بقى انا اول ما ابدا الجمله هنا بالسبجكت ده بالشخص يعني باسم شخص او ضمير يعود عليه شاطر لي اسم زي مين قول لي كده البنات جيرلز الولاد Girl. طب بنت واحده Girl. ولد واحد Girl. طب الشاطر يقول لي اي جيرل او اي بوي طب شاطر الكلب واحد Girl. طيب السؤال تقول لي ده دي كده اسمها اسماء ها علي منى مصر ايجيبت اسم اسم من زمان اسم مكان اسم اسم زمان اسم زمان اسم لا اسم شخص اسم حيوان اسم مكان اسم شيء اسم حاجه معنويه زي لاف زي هيت حب الكلام ده كله صح كده اسم بلد طبعا قال لي اسم او ضمير 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 الفاعل خدتوها هي اي وي يو زي الاي اللي هي انا بعتبرها جمع خلي بالك معايا هي ويو يبقى اي ويو زي دول اسمهم ضمائر ايه جمع اما الهي والشي والات دول اسمهم ضمائر مفرد ضمائر ايه مفرد
ايوه انت كل ده ما قلتيش برضو ايه المضارع البسيط ده. بص يا سيدي بيقول لي المضارع البسيط ده اي فعل اي زمن هناخده السنه دي بيشتغل على الفعل، يعني ماليش علاقه بالشخص ده، ما يكونش هو منى وقليب واحمد يعني ماليش علاقه بيه خلاص. طب احمد بياكل جبنه، ما تكلمش الجبنه دي اخليها محشي، انا مش ماليش علاقه يا باشا، المفعول ماليش علاقه بيه، برضو بيبقى اسم او ضمير مفعول ماليش علاقه، تكمله الجمله ماليش علاقه، انا بشتغل على شكل الفعل. يبقى الفيرب الفعل بتاعه شكل الفعل بيبقى عامل ازاي في المضارع البسيط، شكله بقى بيبقى عامل ازاي، هو ده اللي هو الشغل بتاعنا. هو يعني ايه فعل شاطر؟ اللي انا بذاكر انجليزي كل يوم جمعه، فين الفعل هنا؟ ايه الفعل اللي انا بعمله؟ بذاكر، هو ده الفعل. مين اللي بيذاكر؟ انا. فانا الفاعل اللي بعمل كده بذاكر ايه؟ انجليزي. ايه ده المفعول اللي بيحصل فيه الحاجه، فهمتوا يعني ايه فاعل وفعل ومفعول؟ تاني واحده، تاني واحده، تاني لما اقول لك اهو مريم بتاكل محشي كل يوم، ايه الفعل اللي بتعمله؟ تاكل. هو بتاكل ده بقى ده اللي هبدا اشكله. اشكله ازاي يا عم؟ احط له ايه؟ بونبونايه. اه ماشي، حط له بونبونايه، دي اسمها اس، اسمها ايه؟ اس. الشاطر اللي يبقى شكل الفعل ده يبقى حاجه من الاثنين، بدون اضافات زي ما هو او متضاف له اس. يعني لو عايز اقول لك قول لي كلمه يلا عف في المضارع البسيط هتقول لي ايه؟ بلاي. يلا قول لي انا بلعب كوره بقى، اي بلاي فوتبول. طب قول لي كده انا بذاكر انجليزي، اي ستادي انجلش. طب قول لي كده احنا بننام بدري، ها sleeps early، بننام بدري. شباب شاطر قول لي، قول لي كده من الحاجات اللي احنا قلناها النهارده اي حاجه مثلا بنطعم اللي هم بيطعموا الفراخ، ها feed. شاطر لي وي سليب، ها شاطر لي، ها feed the chicken. شطار، واخدين بالكم من الكلمات دي؟ الكلمات دي تضاف لها حاجه ولا لا؟ ده زي ما هي ده كده بالبلدي كده اسمها سهل. طب بص كده، بص كده لاحظت ان انا قلت هنا، طب انا هقول لك وتقول لي انت لو انت شاطر. انا هقول هنا يا سيدي هي بلايز وشي ستادز وسليبس وفيتس. مين شاطر لي ايه الفرق بين الاربع افعال دول؟ خلي بالك معايا بقى هنا في القلم الازرق، ايه الفرق بين الاربعه دول ودول؟ دول سادة بدون اضافات ودول زيادة اس، دول سادة. طيب ليه قلت هنا سليب وهنا سليبس؟ قال لي والله بقى حسب ايه؟ حسب اللي بعده ولا اللي قبله؟ اللي قبله، ماليش علاقة باللي بعده، ماليش علاقة بياكل ايه ولا بيشرب ايه ولا بيعمل ايه؟ ليه علاقة بالشخص اللي بيعمل بقى؟ الشخص ده لو كان اسم جمع أو ضمير جمع يبقى سادة. طب لو كان ضمير مفرد علي، منى، ها؟ الكلب، الحمار، القط، أي حاجة مفرد بس يبقى الفعل زيادة اس. مين يقول لي بقى المضارع البسيط شكله عامل ازاي؟ قلت لي شكل الفعل يبقى عامل ازاي؟ سادة بدون اضافات او مضاف له اس. قولي لي كلمة يلعب في المضارع البسيط يبقى حاجتين ليها شكلين، يا اما بلاي حسب اللي بعدها يعني كورة مثلا، لا الشخص. والله طب محمد اللي بيلعب تقولي بلايز، طب محمد ومنى بلاي، محمد ومنى دول جمع يبقى ده كده بدون اضافات عكس بعض، يعني الناس هتقولي جمع ومفرد، الفعل ما بيتجمعش. عشان يقول لي مستر المفروض جمع احط له اسم، فعل غير الاسم. تاني واحده واحده كمان، لما تقول لي كده ان البنات بيطعموا الفراخ اقولها ازاي؟ جيرلز فيد ذا تشيكن. الله ينور عليك يا حبيب والديك. عايز واحد محترم يقول لي جيرل واحده يبقى يقول لي اجيرل. قال لي بص انت قلت لي جيرلز فيد، طب جيرل فيتس، هو ده المضارع البسيط. جمع سادة مفرد زيادة مع جمع سادة والمفرد ما عادش مقطع الفرش. طيب حلوة، يلا شاطر اللي هو سلمى بتشرب قهوة، مين يقول لي؟ ها سلمى درينكس كوفي. طب سلمى ولوجي بيشربوا قهوة، فسلمى اند لوجي درينك ليه؟ بدون اي اضافه. يبقى لو كان اللي بيشرب الفاعل ده كان جمع يبقى الفعل بدون، لو كان الفاعل ده مفرد الفعل نحط له ايه؟ اس او اس او اي، وبنستخدم الزمن ده في حاجه روتينيه، حاجه بنعملها كل يوم. فهمتوا؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لك النهارده. طيب ركز بقى معايا كده، ايه الكلام ده بيعبر لي عن عاده، حاجه بعملها كل يوم، حقيقه، جدول، مواعيد. ايه الكي ووردز اللي ممكن احطها هنا قبل الفعل ده؟ قال لي والله دايما، يعني دايما اولويز، عاده، يوجوالي، غالبا، اوفن، احيانا، سام تايمز. مش هتقول لي كل يعني افري، اقول لك افري داي، يعني افري داي كل يوم، افري ويك كل اسبوع، افري مانث كل شهر. لو قلت ابدا نيفر
وفي عندي ريرلي وسكيرسلي وهاردلي كل الكلام ده. صلى على رسول الله. عايز اقول البنات ما بتطعمش وعايز انفي الجمله. ماشي سمع. عايز انفي الجمله، انفي بحاجتين، بدونت مع الجامعه او بدازنت مع المفرد، وانت بتحط دازنت تشيل الاس. يلا مين الشاطر اللي يقول لي بقى كده اهو؟ يبقى لما اقول لك هي بليز عايز انفيها او دازنت واشيل الاس. يلا مين ينفي لي بقى؟ شي ستادز، ها دازنت ستادي، رجعها مصدر. طب الشاطر اللي اهو علي او القطه زكات مثلا سليبس، يبقى زكات دازنت. طب الشاطر اللي فيتس يبقى دازنت في. طب بلاي قال لي ده جمعي، يبقى انفي مين؟ يبقى دونت بلاي، ها دونت ستادي، دونت سليب، دونت فيت. طب هنا doesn't play doesn't study doesn't sleep doesn't. قال لي ممكن احط نيفر بس ما ولا اشيل اس ولا اي حاجه، اقول نيفر بليز عادي، نيفر ما تعملش حاجه فعلا. الكلام ده احنا قلنا احنا بنعيده بسرعه صح كده؟ في مشكله فاهمين ولا لا؟ برضه لما اجي اسال بدو او اسال بايه؟ بدز، اسال بدو او اسال بايه؟ يلا يا مصطفى قول لي جمله كده بتعملها، حاجه بتعملها كل يوم، قول لي انا دايما بشرب قهوه. يلا مين الشاطر يقول لي؟ ها مصطفى وائل، ها يبقى اي احط الويز زي ده انا دايما، او انا عايز اقول بشرب احط الفعل في المضارع ازاي؟ قال لي ده جمع يبقى ده درينك كوفي. مين اللي يحول لي الجمله دي ويحط لي ضمير مفرد؟ هما ثلاث ضمائر مفرد بس، هي وشي وايه؟ خليها هي. يلا ها هي الويز ايه اللي هيختلف؟ اه هتقول لي درينكس كوفي. يلا يبقى الكلمه الداله اسمها ايه؟ always. طب لو قلت نيفر يبقى انا بعمل كده ولا ما بعملش؟ طب شاطر اللي عايز انفي هنا فوق انفي بايه؟ عايز انفي هنا بنفي بمين؟ شاطر اللي بدازنت. طب لو قلت نيفر اقول نيفر ايه؟ درينك ازاي ما هي وما دازنت درينك دازنت ايه؟ طب لو عايز اسال هنا اسال بمين؟ اسال هنا بمين؟ اجاوب عليهم بيساوي ايه؟ في مشكله؟ بيعبر لي عن عاده حقيقه حاجه كل يوم بعملها، حاجه كل يوم ايه؟ تيجي نحل عليه بسرعه؟ يلا بسرعه. لازم تتابعنا على اليوتيوب، عايز تجيب الكتاب وتشتغل معايا ان شاء الله، هنصور كل اسبوع حلقه على اليوتيوب، بس ما تنساش بقى تقدر الموجود ده وتعمل لايك دلوقتي وتشترك، تعمل شير لاصحابك وانشر العلم وجزاك الله عنا خيرا، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.